المكسرات بتاعتنا اهي. والو يا ندى، يا ندى، بلح باللبن مشروب اللي هو هنضربه في الخلاط، مقاديره سهله وسريعه. انا عندي لبن حسب ما انتوا تحبوا، وعندي ادي عسل والبلح مفصص. الافضل ليه يكون بلح طري مش احنا نعمله في الخلاط، غير بقى لو انتوا عايزين تاكلوا البلح وهو في قلب اللبن متفصص ومتشال منه النوى. وطبعا التحليه دي براحتكم حسب الرغبه، في ناس بتحبه مسكر قوي وناس ما بتحبش فيه سكر، برده التحليه حسب الرغبه. حطهم كده في اللبن المغلي بس، كفايه كده، حلوين قوي اهم، كفايه خلاص كده. نروح بقى مزودين شويه لبن بارد ونسيبهم تقريبا 3 4 5 ساعات بقى على حسب ما انتوا تحبوا، وبعد كده نضربه في الخلاط. اخر الحلقه هضربه في الخلاط، هحط عليه بس عسل ابيض، هحليه بالعسل اهو، عسل نحل وشويه بندق. جربوا البندق معاه بيدي طعم فظيع. عاملين مكرونه بشاميل كمان زينا، انتوا بتغشوا مننا بقى. اكيد ما احنا مش عاملين ربنا يخليكي، غشوا مننا بقى. ما اكيد ده انت اللي شايف كل ما ابتدي بتتفرج عليك انت بس. جربوا بقى الشيش طاووق بطريقتي هيعجبك جدا، وجربوا البلح باللبن، بصي بقى الجمال والعظمه بتاعته. ده جميل قوي يا شيخ، احنا كنا عايزين نعمله بس ماما قالت نعمله بكره. جربيه بكره ان شاء الله بالطريقه، هيعجبك ان شاء الله. بصي الجمال والحلاوه. وانت يا بقى امينه تسلمي، ربنا يخليكي. في كاس كمان، انما انا مزعلاكم نحط الكاس الزياده ده كمان. بسم الله. جربوا يا جماعه البلح باللبن.